في اليوم العالمي للطفولة يتذكر كرم السنوات السابقة ورحلة معاناته وهو يقود هذه السّتوتة التي أصبحت رفيقة دربه. 10 سنوات مرت وهو يجلس على الكرسي ويتجول بين الأزقة، عسى أن يستوقفه أحد ويسترزق منه. الآن بعدما دخل بسنواته 20 يتحدث بألم وحسرة عن تحمل مسؤولية 15 شخصا من عائلته. شو تداوم علي؟ أنا سادس إعدادي، درجات أقل درجة عندي 95، زين، هو على المدرسة وهاي يعني شاطر سادس إعدادي داخل أكاديمي، زين، بطلت من المدرسة بسبب أخوي انسجن، أبوي تعوق كبر يعني تعب، زين، فضل تاني معين الأهلي والمرتخبي. وفي ظل استمرار حظر التجوال يقول هنا إن القانون يطبق على الفقير فقط، وأنه تعرض للاعتقال لأكثر من مرة بسبب البحث عن لقمة العيش، وأن العوز والحرمان يجبران أغلب الأطفال والشباب على النزول بهذه الظروف الصعبة. اعتقلني على شنو؟ زين، قال ايش اشتغل؟ قلت له اشتغل، قال وين رايح؟ ما قلت له لا مستشفى ولا عجل، اكذب، قلت له على باب الله عندي 15 نفر والله براسي عائله، زين، اعتقلنا وذهبنا بالمركز الثنتين بالليل طلعونا مشي حافين ويضربون بنا على شنو؟ ما اعرف. تسرق الطفوله من هؤلاء الاطفال ويزجون بالشوارع والطرقات متحملين الظروف المناخيه الصعبه ومخاطر الحياه، كل هذا بسبب تزايد حالات الفقر والنزوح القصري في أغلب المناطق. إذا أبوه عامل وما عنده راتب، لو مريض، لو كبير بالعمر، لو ما يقدر يطلع، يضطر يطلع هذا ابنه يبيع مي، يبيع بيبسي حتى يجيب له 5000 ولا 3000. لم يكن الخيار لديهم سوى تحدي المرض والقانون، فهناك من ينتظر عودتهم يحملون لقمة العيش في بلد لم يذكر فيه حقوقهم إلا في البيانات الرسمية التي تصادف في مثل هذا اليوم. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.